السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا، أحييكم أنا علاء أمين في درس جديد من دروس المايكروسوفت إيجور Infrastructure as a Service. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن Availability Zone وهنكريت لأول Availability Zone زي ما كريتنا الـ Availability Set. لما تكلمنا عن الـ Availability Set وعملناها قلنا الـ Availability Set ديت سيرفيس بتقدمها لي مايكروسوفت فور فري، وانا بكرييت الفيرتشوال ماشين بتاعتي، ودي بتاهلني ان انا اخلي الفيرتشوال ماشين بتاعتي على اكتر من راك علشان اتفادى اي عمليه داون او دروب هتحصل في النص، ودي بتتم جوه نفس الزون. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الافيلابيلتي زون، ولازم نفرق بينها وبين الافيلابيلتي ست زي الدرس اللي فات بالظبط. الافيلابيلتي ست بتتم جوه اكتر من زون، يعني مايكروسوفت بتريبليكيت للداتا بتاعتي من زون على زون تانية، بحيث ان الزون نفسها لو حصل عليها اي دروب داون او فيلر بياناتي موجودة في زون تانية. قبل ما هعمل الكرييت للزون لازم افهم حاجتين مهمتين جدا جدا جدا. اول حاجة ان المايكروسوفت ما بتتيحليش انقل من زون لزون جوه ريجون تانية، بمعنى ان انا لو الريجون اللي اسمها جابان او انديا مثلا، ما اقدرش ان انا اتحرك من الريجون ديت اروح ريجون تانية، بينما اقدر اتحرك من الزون رقم واحد اللي في انديا للزون رقم اتنين اللي جوه انديا برضو. تاني حاجة ان الافيلابيلتي زون عليها كوست مش زي الافيلابيلتي ست. تالت حاجة برضو مهمة جدا لازم افهمها، ان وانا بعمل الكرييت لو اخترت افيلابيلتي ست ورجعت بعد كده بعد انتهاء عملية الستبس بتاع الكرييت الفيرجوال ماشين، ما اقدرش احطها في availability zone عن طريق البورتال. هيتم الامر ده عن طريق الشيل او الكوماند، وده ان شاء الله اللي هناخده في الدروس المتقدمه لما اتكلمنا عن تقسيمه الدرس بتاعنا، وقلنا ان هي هتبقى اجزاء واخر جزء هو للناس الادفانسد او البروفيشنال. نبدا بسم الله ونروح للبورتال بتاعتنا علشان نعمل الزون. البورتال بتاعتنا اهي زي ما تعودنا على شكلها، هنبدا نكرييت لفيرتشوال ماشين علشان نحطها في availability zone بالستبس اللي احنا خلاص احنا فاهمينها وعارفينها. الريسورس جروب بتاعتك هخليها جروب جديده، ليه؟ لان انا داخل اعمل سيرفيس جديده برضو، واحنا اتفقنا ان احنا هنكون منظمين في الكورس ده ونخلي كل جزء خاص بسيرفيس معينه في ريسورس معزول عن الريسورس الثاني. انا هسميها resource group zones، هقول اوكي. الفيرشوال ماشين بتاعتي هقول مثلا vm2 على اعتبار ان انا عندي vm1. الريجون ممكن ان احنا نغير المره دي ونقول مثلا عايز السنترال يونايتد ستيتس. هنا بقى هيسالني عايز availability option؟ ايوه، المره اللي فاتت انا قلت له حطها لي في availability set، المره دي هقول له لو سمحت حطها لي في availability zone. الزوم بتاعتك اللي انت عايز تحط فيها الفيرشوال ماشين فين؟ 1 2 3. خلي بالكم ان الزون ديت تابعه للريجون ديت، بمعنى ان الريجون ديت فيها 1 2 3 زون، فانا هقول له لو سمحت حطها لي في زون رقم 2. هختار الاوبريتنج سيستم بتاعي وهخليه مثلا داتا سنتر 2016. هقول له السايز بتاعي، هختار السايز ده، سيلكت اليوزر نيم باسورد يسألني البورتات اللي انت عايز تفتحها، اقول له سمحت افتح لي الار دي بي، انا مش محتاج غيره علشان اكونكت على الماشين بتاعتي. معاك لايسنس؟ لا انا لسه مش معايا لايسنس. طيب اختار لي ديسك، اوكي انا عاوز البريميوم ديسك زي ما تعودنا، ممكن برضو ان انا اغير واخليه ستاندرد المره دي واقول له لو سمحت، او ممكن ايوز ديسك لو عندي متاح، لكن انا هخليه التشوز بتاعي دلوقتي ستاندرد اس اس دي. نكست
اختار النتوركينج، هو باي ديفولت بيديني الانترنال اي بي بتاعي وبيكرييت بابليك اي بي جديد. تمام، هنا الاوبشن ديت هخليها زي ما هي واقول له نكست نكست وابدا اعمل الكريت. كده احنا خلصنا كريت للفيرشوال ماشين بتاعتنا وعملنا افابيليتي زون واخترنا انها تكون في الزون رقم 2، بمعنى انه لو اي عمليه فقد للبيانات او دروب داون للفيرشوال ماشين بتاعتي انا ممكن اكلم مايكروسوفت بكل بساطه او من غير ما اكلمها تلقائيا هلاقيها موجوده في الزون اللي انا اخترتها. هروح هنا للريسورس اللي فيها الفيرشوال ماشين بتاعتي، هيقول لي ان انت عندك فيرتشوال ماشين اسمها VM2 حطيتها لك في الزون اللي انت اخترتها زون 2 كمان، والبابليك اي بي بتاعه اللي انت ممكن تكونكت عليه من خلالها والبرايفت اي بي او اللي هو اللوكال اي بي. تمام، هنا لو رحت الافابيليتي ست هيقول لي انت ما عندكش افابيليتي ست، لان انا فعليا وانا بكريت الفيرتشوال ماشين ديت ما قلتلوش الخيار اللي هو افابيليتي ست بينما فعلت خيار availability zone. بكده يكون درسنا النهارده ان شاء الله خلص. اشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.